بحجة داعش حرب دعاية وصراع نفوذ في البادية. لنتابع. كثر الحديث عن إرسال تعزيزات عسكرية من قبل قوات الحكومة السورية إلى البادية وقيام تلك القوات بحملات تمشيط بإسناد جوي من الطائرات الحربية الروسية التي نفذت عشرات الطلعات الجوية في تلك المنطقة بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي. محللون سياسيون أكدوا أن الحديث عن تلك التعزيزات وحملات التمشيط في البادية السورية ما هو إلا ادعاء من جانب الحكومة لإيهام العالم أن هناك حربا على الإرهاب. أمر فعلا محير، والكل يرى أن هذه ادعاءات النظام لكي يوهم العالم أن هنالك إرهابا وأنه مكلف بمواجهة الإرهاب. وبحسب محللين فإن الحكومة السورية تحاول خلق عدو وهمي، لا بل إنها قد تكون هي من تهاجم قواتها عن طريق بعض المرتزقة الذين تستأجرهم لكي تقول إنها تحارب التنظيم الإرهابي. بأن النظام يحاول قدر الإمكان أن يخلق عدوا، وحتى البعض يقول أنه هو من يهاجم قواته عن طريق بعض المرتزقة لكي يقول أن هنالك إرهابا وأن هنالك داعشيين. ويرى مراقبون أن ادعاءات الحكومة السورية بمحاربة داعش في البادية قد تكون لها علاقة بالصراع بين روسيا وإيران على حصد أكبر قدر ممكن من النفوذ داخل سوريا، فيما يستبعد آخرون أي صراع بين الجانبين باعتبارهما متفقين على تقسيم تلك المناطق منذ بدء تدخلهما في سوريا. الروس والإيرانيون على وفاق تام، وبالتالي لا يوجد هنالك أي خلاف بينهما، وعلاقات النظام مع كل من استدعاهم لحمايته علاقات طيبة، وهم من يعني يملكون زمام الأمور في سوريا وللنظام، فهو نظام شكلي لا أكثر ولا أقل. وأشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن التنافس بين روسيا وإيران في سوريا لا يتوقف على منطقة بحد ذاتها ولا على طريقة محاربة تنظيم داعش، بل إنه يتخذ أشكالا أخرى من بينها الصراع في ملف المساعدات الغذائية واستغلال حالات الفقر والنزوح، بالإضافة إلى النزاع على الحواجز ونقاط التفتيش في مختلف المناطق. وحول هذا الموضوع من عمان أرحب بالدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. من عمان أيضا أرحب بالدكتور حسن عبد الله الدعجة رائد نظرية الأمن الفكري من جامعة الحسين بن طلال. أهلا بكما ضيفي الكريمين. سأبدأ مع الدكتور غازي. يعني الدكتور غازي مساء الخير من جديد. يتم الحديث من جديد عن بروز ملامح يعني لنشاط متصاعد لداعش في البادية السورية، ويقال بأنه اليوم هناك أرتال ومن يقاتل هناك يتم ابتلاعه في البادية السورية، هكذا يوصف. ما حقيقة المواجهات بين قوات الحكومة السورية وداعش في البادية السورية؟ ما الذي يحصل هناك دكتور غازي؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية لضيفك الكريم من عمان أيضا. أنا أعتقد يعني مشكلة أو ظاهرة داعش اليوم تخلق العديد من الالتباسات في التحليل وفي المتابعة. يعني منذ 2017 تم الانتصار على داعش في العراق والشام، وتم تدمير البنية التحتية بشكل واسع أيضا في العراق وفي الشام، في العراق لأكثر من 400 مليار دولار، واليوم في سوريا لأكثر من 850 مليار دولار. هذه كوارث إضافة للمهجرين، اللاجئين، المشردين، أكثر من 11 مليون، قتلى أكثر من نصف مليون. لهذا السبب أنا أعتقد اليوم أيضا مع الأسف تستمر ظاهرة داعش في العراق، تضرب في كركوك، تضرب في الموصل، تضرب في البادية، تضرب في ديالى، وتضرب في بعض الأحيان في بغداد، وأيضا لا ننسى دورها الخطير في المناطق السورية في البادية أيضا، وانتقال عناصرها اللي يبلغ عددهم أو يتجاوز 12 ألف مقاتل بين سوريا والعراق، على الرغم من كل التعزيزات على الحدود العراقية
السورية كما تشير التقارير. أنا أعتقد أن المشكلة تكمن أن ليست المسألة القوة أو المسألة العسكرية أو الحلول العسكرية فقط هي اللي ممكن نواجه بها دولة الخلافة الإرهابية داعش. يفترض أن نذهب، وهذا ما فشل به النظام السوري في الواقع، وهناك مشكلات للنظام في العراق أيضا حول هذا الموضوع، هي مسألة الديمقراطية، مسألة إعادة صياغة الدستور، مسألة الاعتراف بتعددية قومية ثقافية دينية في مجتمعاتنا، سواء في العراق سواء في سوريا سواء في ليبيا في 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 السودان في تونس وغيرها من البلدان العربية. هذا الانغلاق للنظم الاستبدادية مع الأسف، هذا الرفض لإجراء تغييرات وتعديلات في الدستور في النظام، توفير مشاركة أوسع للقوى المختلفة، ضمان الحريات، حرية التعبير عن الرأي، كل هذا العجز في الواقع هو الذي دفع إلى هذه الحروب العبثية، هو اللي غذى أيضا ظهور الظاهرة الإرهابية. ما يحدث اليوم في البادية دكتور غازي، يعذرني على المقاطعة، ما يحدث اليوم في البادية هو مجرد حرب عبثية. نعم نعم، بالتأكيد بالتأكيد، لو أن النظام السوري أو النظام في ليبيا أو النظام في الجزائر أو النظام في تونس أو غيرها من البلدان العربية وخصوصا في سوريا ذهب عندما بدأت الأحداث وبدأت المطالبة الوطنية لإجراء تعديلات دستورية، إجراء تعديلات على النظام، إجراء تغييرات في طبيعة البنية الاقتصادية للنظام الاقتصادي السياسي الاجتماعي، الاعتراف بحقوق الأقليات أو حقوق القوميات الأخرى، لا نتحدث عن أقليات، نتحدث عن تنوع قومي، تنوع ثقافي، تنوع ديني، تنوع مذهبي. هذا الإنكار للآخر، هذا الرفض للانفتاح وتوفير فرصة جدية حقيقية للمشاركة السياسية والمشاركة الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وغيرها من التفاصيل، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق هذه العوامل التي يستفيد منها يعني داعش، يعني يمكن اليوم للاستمرار. نعم بالضبط بالضبط. طيب، هذا المؤسف أن كل هذه العوامل استغلها أو هذا الفراغ اللي أحدثته سوء إدارة النظام للسلطة، الاستبداد، الدكتاتورية. طيب اسمح لي دكتور غازي ظهور العنف، عذرا على المقاطعة. نعم، لكي لا نطيل على الدكتور حسن. دكتور حسن مساء الخير من جديد. يعني اليوم داعش رغم بأنه تم الإعلان عن إنهاء خلافته في العراق سواء في العراق أو في سوريا، ولكن هو مستمر. اليوم حديثنا عن البادية السورية، كيف تقرأ اليوم أو كيف تنظر اليوم لحقيقة تنظيم داعش من خلال صعود نشاطه وهبوط نشاطه في البادية السورية؟ كيف ينظر اليوم لتوسع داعش في البادية؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام ولزميل الدكتور غازي أيضا من عمان. يعني في الحقيقة وجود الحرب على داعش في البادية السورية أعتقد أن لها علاقة بقضية امتداد أو مد النفوذ النظام السياسي السوري إلى هذه المناطق، وقد تكون يعني توسعة مناطق النفوذ السوري على حساب النفوذ الآخر اللي قد تكون لقوات التحالف الأمريكية موجودة على الحدود العراقية السورية، وبالتالي هي النقطة البادية، هي النقطة الأضعف، وبالتالي من السهل إجراء حرب حتى وإن كانت حرب أو ما نسميها حرب قد تكون شبه وهمية على وجود أعضاء من داعش أو أفراد أو خلايا من داعش. أنا لا أعتقد البادية السورية مهتمة في قضية الانتساب إلى داعش إلى هذا الحد التي يعني تقوم به في عمليات ضد الجيش النظام السوري أو المواطنين. غالبا أهل البادية معروف عنهم السماح والوسطية والنخوة والشهامة والكرم، فبالتالي هؤلاء يعني أنا أعتقد كيف تستطيع الحكومة السورية أن تميز بين الأبرياء ومن هم منتظمين أو منتسبين إلى داعش؟ هذه في الحقيقة أمر صعب جدا للتمييز بينهم، وبالتالي قد تكون هذه الحرب فقط لأبعاد جيوبوليتيكية لمد نفوذ النظام السوري إلى مناطق لم تكن قد وصلتها من قبل، وبالتالي أيضا هي رسالة
للغرب، هي رسالة للغرب لها أكثر من معنى، أن النظام السوري هو شريك في محاربة الإرهاب من جهة، وأنه على الاستعداد للتعاون في هذا الجانب من جهة أخرى. والقضية الأخرى أنه النظام السوري يرى أن هناك حلحلة في الموقف الأمريكي والموقف الدولي تجاه النظام السوري واستمرار النظام السوري كما هو عليه بشريطة التعديلات الدستورية المطلوبة لإعطاء أوسع نسبة للمشاركة لشرائح الشعب السوري ومن المعارضة تحديدا، هذا من ناحية، وأيضا تخفيف قيود الحظر الذي فرض على سوريا من خلال قانون قيصر، وكانت هناك أمور يعني تشجع النظام السوري على الاستمرار بمحاربة الإرهاب في هذا الجانب لاستعطاء في الموقف الأمريكي والغربي من خلال استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان. وأيضا سوريا تستطيع أن يعني أن تستفيد من هذا الوضع من خلال تزويدها بكميات كبيرة من الكهرباء، لأن هناك نقص كبير في حتى 20 ساعة انقطاع كهرباء في بعض أو كثير من المناطق السورية. وبالتالي هذه رسائل للغرب، وهي رسائل للإقليم أيضا بدرجة أخرى، حتى تقول أن النظام السوري أصبح يعني مقبولا لدى الإقليم، مقبولا لدى الدول العربية، وشاهدنا الكثير من الدول العربية أعادت تعزيز علاقاتها مع سوريا مثل الإمارات والسعودية، والأردن طبعا مستمرة في علاقاتها وأن كان هناك تخفيض للمستوى، لكن شاهدنا زيارات مكوكية بين وزراء من سوريا ووزراء من الأردن خصوصا في حقل أو في مجال الغاز والطاقة. يعني تتفق بنقطة بأنه ما يجري اليوم هو مجرد حرب دعائية تسويقية، بأنه هي محاولة لأنه يقال بأنه اليوم نحن نحارب الإرهاب. يعني هذا أكيد يعني المنطق السياسي والتحليل السياسي لهذه الحركة تفرض علينا القول بأنه لا يمكن أن يكون هناك خطر داهم في منطقة البادية السورية التي لم تشترك في الكثير من الحروب على امتداد السنوات الماضية من 2011 حتى الآن. هذه المنطقة اشتركت في حروب ضد النظام السوري أو كانت لها امتدادات داعشية في هذا الجانب، وما ذكره زميلي الدكتور غازي من الإجراءات والحلول التي تقضي على قضية التطرف، يعني ما ذهب إليه من قضية المشاركة السياسية والعدالة والمساواة وتقسيم وتوزيع مكاسب التنمية على المناطق النائية، لكن المعتقد البادية تنأى بنفسها عن قضية التطرف والإرهاب، لأنه ليس من طبع أهل البادية أن يكونوا كذلك على مر التاريخ. طيب. نعم. طيب سأنتقل للدكتور غازي. دكتور غازي، يعني ذكر الدكتور حسن عدة نقاط وأن هناك محاولة للحصول على مكاسب جيوسياسية، هل فعلا تتفق مع هذه النقطة؟ وكما جاء في التقرير بأنه الموضوع يتخطى محاربة الإرهاب، إنما هو يعني صراع نفوذ بين إيران وروسيا غير معلن. نعم، بالتأكيد أتفق مع الدكتور حسن بكل التفاصيل والرؤية التحليلية اللي تفضل بها، لكن الموضوع أيضا مثير للانتباه. يعني كل هذه القوى الموجودة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، تركيا، الحرس الثوري، إيران، القوات السورية وغيرها من القوات والميليشيات والكتائب من أفغانستان، من باكستان، من العراق، كل هذه القوى مع الأسف والحرب مستمرة. يعني وكأنما كل هذه الحروب هي لا تذهب باتجاه بناء السلام، بناء الأمن، الاستقرار، العودة إلى التنمية. وموقف النظام السوري كان سلبي مع الأسف، وكأنه أهمل هذه المنطقة لكي تزدهر البؤر والمنظمات الإرهابية. اليوم نحن أمام وضع مفصلي. نعم، أنا مع الانفتاح على النظام السوري من قبل البلدان العربية وغيرها من أجل توفير فرصة عبر الدبلوماسية للضغط على النظام، لأن لابد لهذا النظام أن يذهب إلى إجراء تعديلات كما أشرت جوهرية. بدون حلول اقتصادية لا يمكن أن ننتصر على الإرهاب، بدون حلول ثقافية جدية لتقويض التأويلات الفاسدة المتخلفة اللي أنشأت ثقافة العنف وبررت الإرهاب، لا يمكن أن نذهب إلى الانتصار على الإرهاب بصورة جذرية، لأن الإرهاب اليوم مع الأسف
موجود في سوريا وفي العراق وفي موزمبيق وفي مالي وفي نيجيريا وفي ليبيا بصورة خطيرة وفي السودان وموجود أيضا في اليمن، موجود في كل مكان. وهذه الظاهرة الخطيرة يجب مواجهتها ثقافيا اقتصاديا سياسيا في البادية. في البادية بالتحديد دكتور غازي، يعني في نقطة مهمة في البادية. نعم نعم، في نقطة مهمة دكتور حسن قال، يعني بأنه اليوم ذكر نقطة بأنه البيئة في البادية هي بيئة سمحة معتدلة. كيف دخل داعش إلى البادية؟ من سمح لدخول داعش إلى البادية؟ وحضرتك يعني الآن ذكرت بأنه بدأت اليوم المنظمات الإرهابية تزدهر في هذه البقاع من الأرض. نتذكر تماما عندما اجتاحت داعش مناطق ثلث العراق وثلث سوريا، واجتاحت البادية واجتاحت المدن وحولت مدن مهمة إلى عواصم لهذا التنظيم الإرهابي في العراق والشام. كانت المناطق مفتوحة، يعني في العراق سقط ثلث العراق بدون قتال. الجيش اللي كان تحت سلطة الحكومة العراقية هربت قياداته وقواعده وترك الأسلحة التي تقدر بالمليارات والقواعد الجوية بالمليارات. ونفس الشيء حصل مع الأسف في الأراضي السورية في البادية. الشعب السوري بالتأكيد ضد الإرهاب، لكن هذا الإرهاب اللي موجود أيضا إرهاب وافد، إرهاب وافد من أوروبا، إرهاب وافد من آسيا، إرهاب وافد من شمال أفريقيا. وإذا جند بعض السوريين أو العراقيين فجندهم أيضا بسبب عجز النظام عن قطع الطريق على التنظيمات الإرهابية. مع الأسف لم تكن هناك سياسات جدية لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وكانت مع الأسف الأبواب مفتوحة أمام هذا التنظيم لكي يجتاح المناطق ولكي يبرر للحروب المستمرة. لولا احتلال داعش للموصل وثلث العراق لما دخل إيران وتدخلت بالتسليح والتجديد. طيب دكتور غازي، ولو كنا يعني لو كنا سنطيل على الدكتور حسن، ولكن هناك نقطة اليوم، داعش كيف يفكر في البادية السورية؟ نفس المنطق. داعش هو عابر للحدود بالنسبة إلى البادية، هي قاعدة، وبالنسبة إلى مناطق البادية أيضا في العراق في المنطقة الغربية قاعدة، وجبال حمرين قاعدة، والبؤر المختلفة الجغرافية في صلاح الدين تكريت وفي كركوك وفي الموس هي قواعد عسكرية إلى. وهناك بيئة اجتماعية قبل يومين في تكريت، يعني أخذوا صيادين، أكثر من 5 صيادين تم قتلهم وهرب السادس، موجود ويمارس عمليات القتل والإرهاب والتعذيب وغيرها من التفاصيل. ومع الأسف لا تحل الأمور عبر إعادة التوازن الثقافي بين المذاهب، بين الأديان، بين القوميات، إيجاد حلول لهذه المجتمعات. إذن محاربة فكرية كبيرة ترتكبها الحكومات. نعم 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 بالضبط. طيب دعني أنتقل للدكتور حسن. دكتور حسن، يعني اليوم هناك مثلا تمشيط للبادية، هناك أرتال عسكرية ترسل، هناك يعني غارات روسية، ولكن هجمات داعش في تصاعد. هل من الممكن للتعزيزات العسكرية وهذه الضربات العسكرية الروسية وزج الفصائل الإيرانية من أن يوقف هجمات داعش؟ فعلا من الممكن أن يتم القضاء على داعش في البادية السورية؟ أنا كما ذكرت، يعني البادية السورية ليست مكان استراتيجي لتنظيم داعش. في البادية إن لم تجد هناك الحماية الحكومية، وبالتالي ستكون السيطرة لداعش، لكن لن يكون أعضاء داعش من أبناء البادية بقدر ما هم يفرض عليهم هذه التوجهات جبرا وقسرا، وبالتالي لا يستطيعون حماية أنفسهم من داعش في نفس الوقت ولا من قوات الحكومة السورية في طيب ذات الوقت. عذرا يعني فقط نقطة، اليوم نحن نتحدث عن بادية، عن صحراء، يعني تقريبا المنطقة شبه مكشوفة. كيف يستطيع اليوم داعش أن يتغلب على كل هذا التعزيز العسكري في البادية؟ داعش لن يتغلب، والقوات السورية لن تتغلب على إذا كان هناك في تنظيم لداعش في البادية السورية، لأن في الحقيقة أنا أعتقد أن البادية السورية ليست مكان استراتيجي لداعش. داعش ينحو لوجوده في المدن،
ضمن خلايا كامنة ونائمة تنفذ عمليات نوعية في بعض الأوقات، ولن تكون لها فائدة أن تكون في الصحراء أو في البادية السورية. وأعتقد هذا يعني نوع من أنواع التغطية على الكثير من القضايا والملفات السورية على حساب الملفات الأهم، منها اللي هي المشاركة السياسية، العدالة في توزيع مكاسب التنمية، إعادة التربية والتعليم إلى ما كانت عليه، الخدمات الصحية. وكلما كان هناك يعني فراغ في قضية التعليم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيحة، سيكون هناك اتساع للعمل لدى داعش في هذه الأمور. وبالتالي المطلوب من الحكومات سواء العراقية أو السورية في هذا الجانب، وخصوصا على طوال الحدود السورية العراقية، العمل بطريقة مكثفة لإيجاد مناطق تنموية تستطيع استقطاب وجذب الكثير من السكان إلى هذه المناطق، ثم أشغالهم في الأمور الحياتية التي تخدم مصالحهم من العمل والوظائف والتربية والتعليم والصحة، وبالتالي وأيضا تعزيز القبضة الأمنية الحكومية السورية والعراقية، حتى لا يترك فراغ لداعش وغير داعش أن يفرضوا على السكان أنماط من التفكير أو السلوك هم يعني بغنى عنه. طيب السؤال الأخير سأتوجه به للدكتور غازي. دكتور غازي، تقييمك للخطر، خطر تواجد داعش في البادية، هل يمكن اليوم للفصائل الإيرانية ولزج إيران بفصائلها في البادية بأن تقضي على أو يعني تحارب أو تقلص من خطر داعش في البادية؟ نعم، مع الأسف إيران والحرس الثوري فشل في هزيمة فعلية لداعش وللبؤر الإرهابية المختلفة في البادية وفي شرق وشمال شرق سوريا، والسبب هو اهتمامه فقط بأجندة نشر التشيع، وهذا شيء خطير، وتجديد الأطفال في دير الزور وتغيير المذاهب. إذن هذه الأجندة الضيقة اللي أيضا ممكن أن تثير حفيظة المذهب السني أو غيرها من التيارات اللي تدفع باتجاه التطرف. فإيران ليست عامل أساسي من أجل مواجهة الإرهاب، لأنها أيضا هي نموذج للتطرف والإقصاء الطائفي والتمييز المذهبي مع الأسف. أيضا نفس الشيء بالنسبة للقوات الروسية، هي ما زالت قوات أجنبية ولها مصالح كبرى في سوريا اقتصادية، في مجال الغاز، الطاقة وغيرها من التفاصيل. تركيا لحد اليوم أيضا محصورة نشاطاتها في مناطق محدودة، ولم تستطع أن تلعب دور جوهري في مواجهة الإرهاب. أنا أذكر أيضا قسد نجحت تماما في مواجهة الخلايا الإرهابية، ويفترض دعم قسد من أجل تحقيق مشاركة جدية في الحرب على الإرهاب، على دولة الخلافة وعلى البؤر والتنظيمات الإرهابية الأخرى. الانتصار على داعش في سوريا هو أيضا يشكل أو يرتبط بالانتصار على داعش في العراق وفي الشرق الأوسط عموما وفي شمال سيناء، وكذلك في ليبيا اللي هي تشكل بؤرة خطيرة لانتشار وحركة التنظيمات الإرهابية. ولن ننسى اليوم عودة أفغانستان إلى طالبان وعودة التطرف والمناهج الإسلاموية المتعصبة المتطرفة المتخلفة، وكذلك بالباكستان وغيرها من البؤر والمناطق اللي تنتشر بها التنظيمات الإرهابية. إذن يجب دعم فعلا الحرب العالمية على الإرهاب وقوات التحالف الدولي أيضا من أجل تصفية هذه الظاهرة الخطيرة. وأيضا يجب أن لا ننسى مسألة العوامل الاقتصادية السياسية الاجتماعية النفسية الثقافية لإعادة صياغة العقل والثقافة في مناطقنا في بلداننا ونحو ثقافة ديمقراطية. نعم. طيب دكتور حسن، دكتور غازي يعني يريد أن لديه مداخلة صغيرة، سأختم مع الدكتور حسن. دكتور حسن، يعني مداخلتك ولكن باختصار لو سمحت. في الحقيقة عندما ذكرت أن القوات السورية وبمساعدة الطيران الروسي قام بحرب على داعش في البادية السورية، وهذا بالفعل يعطي فرصة للميليشيات الشيعية للامتداد عبر هذه المنطقة، ومن ثم هذه جزء من محاولات التغيير الديموغرافي في المناطق السورية كافة. ونحن نلاحظ أن هناك أكثر من 6 مليون
نازح سوري وأكثر من 7 مليون لاجئ سوري في الخارج، وبالتالي الفراغ الديموغرافي قد يملأه تواجد الميليشيات الشيعية في الكثير من المكان. ولكن أيضا هناك تعقيب على الدكتور غازي بذكره لطالبان، طالبان قامت بتحرير بلادها من الولايات المتحدة، وذكر باكستان. طيب يعني أكيد الحديث يطول دكتور حسن، إذا سمحت لي، الأغلبية من الذين انتقموا في جنود داعش أو المجندين من داعش هم من الدول العربية على الأغلب الأكثر، ومن أوروبا، المسلمي أوروبا، وبالتالي ليست أفغانستان وليست باكستان في هذا الجانب. هذا فقط لتصحيح المعلومة. يعني اليوم وجهات نظر مختلفة والحديث يطول حول هذا الموضوع لأنه الموضوع متشعب كثيرا، ولكن هذا ما سمح لنا الوقت به. أشكركما جزيل الشكر. من عمان الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، ومن عمان أيضا الدكتور حسن عبد الله الدعجة رائد نظرية الأمن الفكري من جامعة الحسين بن طلال. شكرا لكما ضيفي الكريمين. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمناقشة الملف الثاني والأخير.